الدكتور ماجد الحقيقة بموعد آخر، فأنا بس أسمحكم إني أديله كلمة في هذا المنطقة، وبعدين إن شاء الله أقول الكلمة بتاعتي. تفضل معالي الوزير. بداية أعتذر لأنه مضطرين نروح للقصر الاتحادية لمقابلة فخامة الرئيس، وأنا والله يعني ما بين خمس دقائق العذر السموحة. أنا كان نيتي أن أكون معكم هذا اليوم وهذا الاجتماع، لكن قبل أن أبدأ أقول إحنا بين أهلنا وربعنا في مصر، يعني مصر تربطنا بها علاقة تاريخية كبيرة، علاقة يعني من قاربت الآن يمكن 100 سنة، علاقة أخوية بنيت على أرض مدينة وعلى شراكة قوية. أرحب باسمكم جميعا بمعالي الأخ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المجددة، وأرحب بإخواني سعادة الأستاذ أحمد الوكيل وسعادة الدكتور سامي العبيدي وسعادة الأستاذ عبد الحميد أبو موسى وسعادة الدكتور عبد الله بن محفوظ اللي هم يمثلوا المحرك لهذه العلاقة بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف التجارية المصرية ومجلس الأعمال السعودي المصري. فأدعو الله أن يوفقكم في هذا الاجتماع. أنا اجتمعت الصباح الساعة 8:30 مع معالي وزير التجارة المصري الأستاذ عمر نصار، والحقيقة يعني مثل ما كان الأخ طارق قابيل الله يوفقه ويعطيه كل خير، فإن شاء الله خير خلف خير سلف، لأنه جاي برضو من القطاع الخاص وكان اجتماع صريح جدا، وقلنا مصر فيها الكثير من الفرص إلا من التحديات من الإجراءات والبيروقراطية اللي إن شاء الله نأمل أن الحكومة بدأت في علاجها وإن شاء الله مصر عليها. واتفقت مع معالي ومعالي الدكتورة سحر رصد أنه يقوموا مجموعة من الأخوة السعوديين المصريين مثلاً نختار اليوم على الأقل بالكثير 5 أنفار يمثلوا الجانبين ويلتقوا بمعالي، وأيضاً نلتقي بمعالي الدكتورة سحر اليوم وهي بس حخلص اجتماعي أنا أنت على الساعة 2-3 4 بحسب ما خلص، حنزورها في مكتبها بمشاركتكم لمناقشة الأجندة المطروحة من عوائق وتحديات وإلى آخره.